وللأسف الشديد، للأسف الشديد أنه يشوف أنه شخص يتحمل مسؤولية ويتكلم، والجو العام، الجو العام يعني المجموعة حسب تعبيرنا الغير اللائقة يهاجموه، أنت ما عليك وشنو دخلك في الموضوع، حرية شخصية، هالكلمات حرية شخصية، أي حرية شخصية هذه التي تقولونها؟ ماكو شيء اسمه حرية شخصية يا شباب، ماكو شيء اسمه حرية شخصية. الحرية الشخصية فقط في بينك وفي بيتك، الحرية الشخصية فقط بينك وبين الجدران الأربعة اللي أنت فيه، هذه حرية شخصية. أما في الشارع ما في شيء اسمه حرية شخصية، في الشارع أمام الجمهور، أمام المجتمع، أنت لا تملك شيئا اسمه حريتك الشخصية، أنت أمام الناس، فأنت مسؤول على أنه لا تتصرف تصرف غلط أمام أولادي وبناتي وأطفالي اللي أنا أتمشى معاهم في الشارع. حريتك الشخصية في البيت، افعل ما شئت، أما أن تصور نفسك بوضع مزري، ملابس على حال غير مؤدبة، بتعري وألفاظ غير مؤدبة، ما لك حق، لأن أنت راح تأثر في أفراد وأطفال وأبرياء وصغار، أنت راح تثقفهم ثقافة الغلط والأسلوب الغلط والتربية الغلط. شنو هذه النغمة حرية شخصية؟ شنو حرية شخصية؟ فلذلك أيها الإخوة لا يغرونكم بهذه الشعارات. تريد تلبس ملابس فاضحة في بيتك، أما تلبس ملابس فاضحة وطالع نص مدري إيش وبارز فلان إيش، هذا غير مسموح فيه. أنا عندي أولاد، عندي بنات، عندي عرض، عندي على حال جيل يمشي أمام هذا النوع من الابتذال، الابتذال الأخلاقي، الابتذال على حال اللفظي، الابتذال السلوكي، هذا غير مسموح فيه أخواني.